يعني خلينا نقول انه الاثنين فشلوا كابتن عمر في الوصول لمرمى الخصم يعني، لكن اعتقد بانها زي ما حضرتك قلت انه نقطه بالنسبه لغزل المحله نوعا ما مرضيه. وده كان واضح مع نهايه المباراه، بيضيعوا وقت خاصه حارس المرمى، فكانت النقطه بالنسبه له مرضيه، على الاخص ان من اقل مباريات غزل المحله هذا الموسم. صح. وفقد الميزه الكبيره قوي اللي كان اتعود عليها، وهي انه بيبني من تحت الهجمه. كان معظم الشوط الثاني كرات طوليه كانت سهله جدا على مدافعي نادي سموحه يعني، بس سموحه الحقيقه الشوط الثاني انا بقول هارد لك يعني، وصلوا كتير، وصلوا كتير جدا، لكن زي ما قلنا في البدايه ما فيش الهداف اللي يقدر يترجم يعني. اعتقد ان اول التدعيمات لازم يبقى مهاجم، ده ما فيش كلام. ما عندوش فعلا فرويد يقدر يجيب جون يعني، او يترجم السيطره اللي موجوده. السيطره الشوط الثاني بالكامل لصالح سموحه، وده كان له سبب، وهو الحقيقه خروج صلاح ريكو في الدقيقة 46 مصاب. صلاح فضى نص الملعب، بقى بيلعب فيه لاعب نص الملعب اللي هو أحمد النادري. أيوة. في مقابل دوكو دودو وحليمه. لكن مع الوقت بعد سيطرة سموحة طارق العشري جازف وخرج حليمه اللي هو لاعب الارتكاز، ولعب بداله حسين فيصل المهاري، فسيطر سيطرة كاملة الحقيقة يعني. لكن في النهاية المحلة طلع بالنقطة اللي هو عاوزها، وده كان واضح من بداية المباراة. طارق العشري عمل كل اللي عليه من وجهة نظري يعني، ما يقدرش يعمل أكتر من كده، لأنه وصل اللعيبة أنها توصل مرة واثنين وثلاثة، لكن هي دي اللمسة الأخيرة عندهم الخامة اللي موجودة.